وفي السياق، اجتاز عدد من الطلاب والطالبات البحرينيين المعسكر الخليجي للذكاء الاصطناعي في التعليم العام، وذلك بعد تحقيقهم مقدار 3 أسابيع تدريبية بمعدل 8 ساعات يوميا. وحول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف الدكتور محمد الصديقي، مستشار التعليم الفني والمهني بوزارة التربية والتعليم. مرحبا بك أستاذ أو دكتور في نشرة الثالثة. دكتور محمد، كيف جرت عملية اختيار المشاركين في هذا المعسكر؟ طبعا عملية اختيار الطلبة لهذا المعسكر تمت من خلال مرحلتين. المرحلة الأولى هي اجتياز شروط التقديم، والمرحلة الثانية هي المقابلة الشخصية. بالنسبة حق شروط التقديم، تم اختيار طلبة المرحلة الثانوية للعام الأكاديمي 2021-2022، وهذه المجموعة من الطلبة تم اختيارهم أن النسبة التراكمية للمرحلة الثانوية لا تقل عن تقدير جيد جدا، كذلك النسبة التراكمية في مادة الرياضيات لا تقل عن جيد جدا، بالنسبة للحاسب الآلي يكون هناك تقدير ممتاز. بالإضافة إلى ذلك، أن هالمشاركين اللي تم اختيارهم في البداية يجب أن يكون هناك لديهم المهارات الرقمية الأساسية، مثل القدرة على فتح وإغلاق البرامج، تصفح الويب، كذلك إدارة البريد الإلكتروني، بالإضافة إلى استخدام أدوات إنشاء المستندات والعروض التقديمية على سبيل المثال المايكروسوفت أوفيس. بالنسبة للمرحلة الثانية، هي كانت المقابلة الشخصية، بحيث أن المتقدم يتكلم عن نفسه، سبب رغبته للانضمام للمعسكر، كذلك يتكلم عن خلفيته التعليمية وما هي التجارب والخبرات اللي اكتسبها من خلال الدراسة في المرحلة الثانوية عن بخصوص الذكاء الاصطناعي، وأهم سؤال كان هو توقعاتهم من الخبرات اللي ممكن يكتسبونها من خلال الانضمام لهذا المعسكر. نعم دكتور محمد، كيف تم إعداد الطلبة لهذا المعسكر، وما الذي أهلهم لاجتيازه بنجاح؟ طبعا كان هناك في برنامج تهيئة للطلبة اللي تم اختيارهم لهذا المعسكر. البرنامج كان يتضمن تقييمهم في المعارف الرياضية والإحصائية، كذلك على مهارات الاتصال والعمل مع الآخرين. لاجتياز هذا المعسكر بنجاح هو أهمية الالتزام بالحضور، وكان هذا المعسكر مدة افتراضي متزامن، مدته 3 أسابيع، 5 أيام كان في الأسبوع. طبعا كان مدته من الساعة 9 صباحا إلى 4 عصرا. بداية كل يوم كان يبتدي المعسكر من خلال محاضرات. خلال 3 أسابيع تم تغطية 6 محاور أساسية لتوظيف الذكاء الاصطناعي في التعليم من خلال 7 محاضرين. بعد ذلك كان هناك تمارين عملية، سواء بشكل فردي أو جماعي، بحيث أن هذه كل المهارات اللي أو المهارات المعرفية أو المعلومات اللي اكتسبوها من خلال المحاضرات يطبقونها بجانب عملي. كذلك في نهاية كل أسبوع كان هناك مشاريع وعروض تقديمية جماعية، يكون هناك طبعا تقسيم الطلبة لعدد من المجموعات. وكان هناك طبعا اللي يميز البرنامج أنه كان فيه ساعات مكتبية ما بعد مدة التدريب، بحيث أنه يكون هذا وقت خارج وقت التدريب، أي طالب عنده أي استفسار أو تساؤل من المحاضرين يتم تغطيته من خلال هذه الساعات المكتبية. خلاصة هذا الكلام، على أساس أنه هو يجتاز البرنامج، يجب أن يجتاز المتدرب التقييم اليومي من خلال المشاركة في المحاضرات أو الاختبارات والتمارين اللي تم تغطيتها في الجانب العملي. وفي النهاية 3 أسابيع كان هناك تقييم عملي نهائي من خلال مشروع تطبيقي عن برمجة الروبوت، وشلون يستخدمون البرامج وأدوات المحاكاة من خلال توظيف 6 محاور أساسية اللي هي الخاصة بالذكاء الاصطناعي. نعم دكتور محمد. دكتور محمد الصديق، مستشار التعليم الفني والمهني بوزارة التربية والتعليم، شكرا جزيلا لك.